سلام لي بيولوجيست، هذا الخطره نقولو تاع بليده كوم دابيتود. جيسبر كو فوز الي بيان، ان شاء الله تكونوا اون بون سونتي. جيتكم اون نوفيل فيديو لي تحكي على لا سيلول اكاريوت. مي قبل ما نبداو وقبل ما نلونسي في لو كور، لازم نوضح بعض النقاط. خلاص، دونك هاد النقاط لازم تعرفوهم، بيسك راني جوني بزاف لي ميساج في انستغرام و جو مانيش نلحق عليهم، واني غير نعاود في لي ميم كيسيون. لا كيسيون الاولى سي كو اسكو حد كملي تحطينا لي فيديو في يوتيوب تاع لا ريفيزيون؟ اون فيت ما نقدرش. علاه؟ اولا لاني انا نخدم ولي فيقي الوقت، ثانيا لانه اليوتيوب يحتاج كي لونجيستري فيديو لازم تتكونفيرتا، ومور ما تتكونفيرتا لازم ندير لها مونتاج، ومور ما ندير لها مونتاج لازم نحطها تيليشارجا في يوتيوب. نتوما سيو اونجيستري فيديو وبعتوها لصحاباتكم ولا لصحابكم سوغ ماسنجر ولا وشوفوا تاع اون مينوت شحال تضرب باش توصل. وين يا اون فيديو تاع بلوس دو 40 مينوت فيها مونتاج، فيها ديزيفي، وفيها نقولوا خرايب، شحال تضرب هاد لا فيديو اللي راني نونجيستري فيها؟ ديروا في بالكم باللي براتيكمون راني نونجيستري بالك فيها بالجمعه. وي راني نونجيستري فيها شحال هي الساعه؟ الجمعه على الربعه. وي راهي الربعه، ما تطلع لكمش بالك حتى للسبت ولا بالك قريب العصر ولا. دونك شوفوا شحال راهي تاخذ وقت ونبقى نخدم عليها ونبقى ندير لها في المونتاج الدنيا. دونك براتيكمون طلعوا على حسابها كان نتوما تجوزوا بالتنين، اسكو احنا نقدر نكمل لكم كامل البروغرام؟ امبوسيبل. وعندي ديجا سمانه وانا نقري وما نعرف اذا حيكفيني الوقت نكمل لهم البروغرام ولا ما نكملهمش. هذوك بوغ الاونلاين. دونك نتوما طلعوا في حسابكم كو ضيق الوقت هو اللي ما يخلينيش نحط لي فيديو براتيكمون كل يوم في يوتيوب. وحاجه واحده اخرى، كي زيد نحط لي فيديو في يوتيوب ايماجينو كان لي فورماسيون اللي نديرهم كاع نحطهم، عبالكم باللي لي فيو تاعي فلاشان يهبطوا، لي زابوني يهبطوا، لاخاطرش اليوتيوب يخليك تطلع 3 فيديو ولا جوغ باش تكون مليح مع اللوغاريتم 3 فيديو بار سيمين. وانا براتيكمون نحتاج في شاك كور ولا قريت كل يوم براتيكمون 3 فيديو بار جوغ. دونك تيماجيني وانتوما وكان نديرها كيفاش لاشين جوغ نولي انا نضر في روحي، نولي نضر في روحي ماشي نفيد. دونك هذه الحاجه الاولى سي كي كونسيرن لي بوزي ولي كيسيون، كملينا لي فيديو في يوتيوب كملينا، الله غالب ماشي جات بيدي. حاجه واحده اخرى، دينا طريق واحد اخر اللي جاتني انا سهله وكلش هما لي فورماسيون. لا فورماسيون هذه تاع بليده لونسيناها السبت اللي فاتت، دونك براتيكمون حنكملوا البروغرام اليوم على الخمسه، حنديروا لو ديرنيي كور ونكونوا فريناها، وغدوه بالحد حنديروا لا ريفيزيون فينال ولي زيتيديون اللي قراو عندي يكونوا واجدين. كاين عباد اللي راهم حابين يدخلوا لا فورماسيون، ديروا في بالكم بلي لا فورماسيون راهي بيونت وما راهيش غراتوي، كاين اللي يحسبوها غراتوي مي الله غالب. دونك انايا راني نفورني من وقتي ونواسي، دونك ما نقدرش نديرها غراتوي. دونك السعر تاعها ما تتخيلوهش بزاف واو ولا حاجه كبيره، راهو غير 50000 برك. البيمون يكون بار سي سي بي، في انستغرام نعطي لكم النيميرو دو كونت وتروحوا تخلصوا في البوست ديمونديو موندا، تعمروها بلي زانفورماسيون تاعي وتاعكم، تخلصوا 50000 هذيك تصوروا لي لو طالون ومرحبا بكم تدخلوا معايا. اللي حيدخل معنا ولا اللي راهو انتريسي يبعث لي في انستغرام، نبعث له نيميرو دو كونت. وحاجه واحده اخرى، راح نمد لكم انا بونوس زياده كي تدوا لي فيديو اونجستري تاع كامل لا فورماسيون هذه تاع بليده قاعيتي بالبوليكوب تاعكم. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام، حز نعطيكم انا بونوس من عندي توت اون فورماسيون تسوى اكثر من 180000 فيها انورميمون ديكزيرسيس باش تحلوهم. دونك اغتنموا الفرصه، راني درت لكم سعر فريمون جوغ طايح فريمون الارض ان باتابلو، باش تلقاو كيما نقولوا باش تلقاو بخي واحد اخر كيما هذا. راني نسيي نعاونكم للماكسيموم وانا تاني ما نضرش روحي. نورمالمون هذا مكان تلقاو فيه لي ريزومي، تلقاو فيه لي كور انريجستري، بلوس نزيد لكم فورماسيون تاع لي زيكزيرسيس. دونك سي فو زات انتريسي تقدروا تخلصوا من العشيه، تقدروا تخلصوا بالحد، تقدروا تخلصوا بالاثنين وتديو لا فورماسيون تاعكم. ميم العباد اللي يحبوا يدخلوا غاتراباج ولا بعيد الشر، بعيد الشر عليكم تدخلوا غاتراباج ولا، تقدروا تدوها وتخلصوها نورمال وتدو لي فيديو انريجستري ما حنبدل حتى حاجه، ويقعدوا عندكم افي. ميم العباد اللي حضروا معايا لا فورماسيون وحبوا يعاودوا يريفيزيو في الغاتراباج خاباج، لا فورماسيون راهي عندكم. كل اللي شريتو كتاب ما حش يخسر ولا يتواسى، سي لا ميم شوز. دونك فوالا، هاوليك بوغ اكليرسيغ شويه لا شوز،
ونبداو في الـ في الـ في الـ في لو كور هذايا تاع لا سيلول اكاريوت. اون جينيرال لا سيلول اكاريوت سي لي فيروس، الفيروسات. الفيروسات بواش تتميز؟ الفيروسات تتميز ببنيتها المغايره شويه على البنيه، ولا الشكل تاعها مغايره شويه على البروكاريوت ولا اوكاريوت. دوك نقراو ونشوفوا واش يقولوا لنا على لا سيلول اكاريوت. اكاريوت سافي دير عديمه النواه. دوك نشوفوا شنو هي. اون افي لا ديفينيسيون دو لا سيلول، la définition de la cellule, la définition cellulaire, pardon, de vivant exclut de fait que les virus appartiennent plutôt comme une forme particulière d'éléments génétiques mobiles. Alors, le virus a تعتبر كائنات حية وتعتبر أيضا شكل غير طبيعي باسكو الADN تاعهم ولا الماتريال جينيتيك تاعهم جاي شوية particulier، عنده ميزة خاصة. خلاص جينيرالمون يكون موبيل متحرك، حاب يقول ديناميك، او ابلي اوسي اكاريوت دونك عديمه النواه. خلاص ان فيروس ايت اون انتيتي بيولوجيك بارتيكولير، سي ان اجون انفكتيو توش توت لي زيتر فيفون. قال لك الفيروسات وشنوها؟ الفيروسات هي عوامل بيولوجيه خاصه، وهو عامل كيما نقولوا افكسيو، دونك شغل يقيس الكائنات الحية، ولا يقيس براتيكمون كاع الكائنات الحية. خلاص كاركتيريزي باغ سون انكاباسيتي ا سو ملتيبليي سول باغ ديفيزيون. قال لك عنده خاصية انه لا يمكنه انه يديفيزا ولا ينقسم وحده بلا ات، بلا ما يدخل في جسم واحد اخر. لازم انتم فيروس وكان تخلوه هكا في كاش سيرفاس هكا فوق الماء، ولا تخلوه فوق الاسطح، ما يديرش ملتيبليكاسيون. تشفاو كورونا، كورونا يا اخي قال لك باللي يموت فوق الاسطح وجامي ما تلقاوه ينتقل في الهواء، لانه الفيروسات عندها خاصيه ولا لا تنقسم وحدها بدون الدخول الى خليه. قريتو على الفياش، سي لو ميم برينسيپ على الفياش اللي قريتوه في الباك. الى بوزوان بور سولا دوتيليزي اون سيلول اوت، قال لك يحتاج الى خليه يصعد فوقها ولا يستعملها باش يديفيزا. سي بور سيت ريزون كو لون دي كان فيروس اي ان ابا اي تان بارازيت انترا سيلولير اوبليغاتوار. قال لك لهذا نقول ان الفيروسات عباره عن طفيليات، خلاص طفيليات من خارج الخليه. صح، لي فيروس سون دي ستركتور اكتويلمون infectieux contenait au minimum un acide nucléique ADN ولا ARN et deux protéines. قال لك اذا جينا حنا ندو تعريف تاع الوسمو، اذا جينا ندو تعريف تاع فيروس وشنو هو تعريف تاعو، حاجه الاولى من هذه الفقره وشنو هي الحاجه اللي نحفظوها. ان فيروس est une entité biologique particulière, c'est un agent infectieux de tous les êtres vivants caractérisé par son particularité à se multiplier seul par division. هذا ما كان. C'est bon. هذا واش تحفظوا في la définition. Donc, هنا كي تكتبوا اكتبوا برك هكا définition البوليكوب تاعكم. Définition. وسي بون وحفظوها وخلاص، وانتم راكو تهنيتوا من الحاجه الاولى. قال لك لي فيروس سون دي ستركتور بارتيكولير، واش عندهم؟ قال لك الماتيريال جينيتيك تاعهم يكون بارتيكولير. دونك حاجه لازم تحفظوها مع لي فيروس que l'acide nucléique de ham c'est un ADN ou bien ARN. L'acide nucléique de ham c'est un ADN ou bien ARN. هذه تقدروا تكتبوها comme note. Donc tout ma qui écoute dire le résumé تاعكم ديروا هكا définition. Donc acariote définition. اكتبوا هاد لا définition بعد ديروا note بمعنى معلومه زياده. L'acide nucléique تعمل تاع لي فيروس ولا تاع لي اكاريوت هو عباره عن ADN ولا ARN. خلاص صح. دونك واش قال لك؟ اون دهور دو لا سيلول هوت لا بارتيكول فيرال اي ابلي فيريون. قال لك باللي خارج الجسم ولا خارج الخليه المستضيفه البارتيكول فيرال الاماكن الفيروسيه نسقيو لها الفيريون. خلاص صح. سولون لا سيلول هوت اون ديستينغ les virus des vertébrés
très nombreuses, chez lesquelles on retrouve de nombreux agents pathogènes pour l'homme, environ 200 espèces. قالك كل فيروس يحب نوع معين من الخلايا، خلاص حسب دوك هنا التصنيف تاع الفيروسات، بصح حسب واش؟ حسب الخلايا اللي تحبهم. كاين فيروسات تحب الخلايا تاع لي فيرتيبري، الفقاريات، كيما الانسان. الانسان عباره عن فقاري، معناتها عنده فقرات، عنده عظم. دونك الفيروس واش نسميوه؟ واش نسميوه الفيروس؟ نسميوه لي فيروس دي فيرتيبري. لي فيروس دي فيرتيبري هما فيروسات متنوعه، حوالي ولا نلقاوهم سي دي زاجون باثوجين، نلقاوهم جينيرالمون عند لهم. شحال عنده؟ ابوبخي 200 اسبيس، عنده حوالي 200 فيروس يحب الخلايا تاع الانسان، كيما فيروس الزكام، كيما الكورونا. هادوما سي دي فيروس دي فيرتيبري، يصيب الفقاريات والانسان بالدرجه الاولى. دونك حنا واش نديرو لهنا؟ هنا نديرو هكذا، عنوان ثالث، دونك العنوان الاول ديفينيسيون، العنوان الثاني ولا نوت، العنوان الثالث كيما نقولوا لي تيب، نديروها هكا لي تيب دي فيروس سولون، خلاص سولون لا سيلول ات، حسب نوع الخلية اللي يحبها. النوع الأول لي فيروس دي فيرتيبري، النوع الثاني لي فيروس دو باكتيري، معناتها الفيروسات التي تحب البكتيريا، خلاص ولا نسقيو لها باكتيريو فاج، او لي فيروس دالغ، ولا الفيروسات التي تحب الطحالب، ولا تحب لي زانفيرتيبري، معناتها الغي الفقاريات، ولا الفيروسات التي تحب لي بلانت. يا اخي كاين فيروسات تصيب النباتات وتقتل النباتات، بصح اسكو الانسان يتضرر بها؟ لا يتضرر. دونك حسب الخليه ات، دونك هذه سي العنوان الأول، هذا سي العنوان الثاني، هذا سي العنوان الثالث، ونكمل الريزومي تاعنا. دونك العنوان الرابع سي لي ولا اورغانيزاسيون دي فيريون، خلاص. لوغ تاي سو سيتو اون جينيرال انتر 10 اي 100 نانومتر. Ils sont donc invisibles et microscopiques. Ou là, invisibles au microscope photonique. Les virus, des variants, le microscope optique. On utilise donc le microscope électronique. On utilise l'électronique pour chauffer. Les virus sont essentiellement composés de trois éléments, génome et matériel génétique. كابسيد chez certains une enveloppe. حب يقول مكونات، خلاص مكونات تاع تاع الفيريون ولا تاع الفيروس من واش يتكون، خلاص. قال لك يتكون من ثلاث مكونات، لو جينوم ولا الماتريال جينيتيك، انت زعما اذا كان زعما ديسيني كورونا، كورونا علاش؟ بس عنده هذا الشغل تيجان هكا من الفوق هكذا، زعما هذا كورونا مثلا. C'est un virus. هذا لو فيروس من واش يتكون؟ الحاجه الاولى اللي يتكون منها انه يكون عنده ماتريال جينيتيك لداخله، خلاص، معناتها ماده وراثيه، هذه معناتها ماده وراثيه. موراها واش عندنا؟ كابسيد ولا سيغتان عندهم انفلوب. هنا هذه واش نسميوها؟ نسميوها كابسيد، ولا في بعض الاحيان نسقيو لها انفلوب. سي بون، خلاص، معناتها هذو هما المكونات الاساسيه. في بعض الاحيان يقدروا يكونوا هنا كاين بروتينات ولا انزيمات. دونك حنا واش يهمنا؟ لورغانيزاسيون دي فيروس. وشنو هي لورغانيزاسيون؟ كي نكتبوا حنا هذا العنوان واش نحفظوا؟ نحفظوا باللي لورغانيزاسيون تاع الفيروس عندنا تخوا زيليمون. سي بون، ليليمون الاول هو جينوم ولا الماتريال جينيتيك، الكابسيد ولا لونفلوب، خلاص. صح، دوك عندنا لاسيد نيوكليك. دونك العنوان الاول الصغيور بيتيتان
C'est l'acide nucléique. Le génome viral est constitué de plusieurs molécules d'acide nucléique qui peut être ADN ou ARN. C'est bon. قادرة أن تكون عبارة عن ADN اللي هو سلسلتين هكذا كم قادرة على أن تكون أيغن وعلى بالكم باللي لاريان عبارة عن سلسلة واحدة من تتالي الأحماض الأمينية خلاص تتالي الأحماض الأمينية خلاص وجامي ما نلقاو داخل فيروس ADN و أيغن من سابع المستحيلات خلاص à l'état simple brun ou double brun circulaire ou linéaire. Donc, قال لك اللي هنا هاد الADN قادر يكون double brun سلسلتين والأيغان simple brun donc سلسلة واحدة ou تكون متحلزنة يا أخي الADN يجي هكذا متحلزن donc يجي هكذا متحلزن على روحه bon أنا ما نعرفش نرسم بيان مي bon شغل يجي هكذا كيما راني رسمته لكم اللحنة donc voilà ce qui concerne كيما نقولوا لو جينوم فيرال دونك هنا واش نحفظوا من هذا العنوان هيا نبدل لكم لا كولور باش لاسيد نيوكليك واش به لاسيد نيوكليك لاسيد نيوكليك يقدر بيف اتر ادي ان او ايرن وهذه سي نوت امبورطانت الفو تحفظوها خلاص هذا ما كانش تحفظوا في لاسيد نيوكليك هيا نبدلوا كولور واحد اخرى باش نروحوا للدوزيام تيب للدوزيام تيب سي كوا سي الكابسيد واش بيها الكابسيد لا كابسيد اي اون بواط او كوك دو ناتور بروتييك كي انتور اي بروتيج لاسيد نيوكليك فيرال الي كونستيتوي دو سوز يونيتي بروتييك ابلي كابسوزوم الكابسيد وشنو هو لونفلوب الكبسوله خلاص وشنوها؟ c'est une boîte ou coupe de nature protéique ذات طبيعة بروتينية دونك هذه لازم نحفظوها هذا التعريف لازم نحفظوه خلاص وش به كي انتور اي بروتيج لاسيد نيوكليك تحيط وتحمي المادة الوراثية الفيروسية باش متكونة هذه تحبوا تحفظوها تحبوا ما تحفظوهاش باش متكونة متكونة من سوز يونيتي دو بروتيين متكونة من تحت وحدات بروتينية واش نسقيو لها كابسومير ماشي ما تحبوش تحفظوها لازم تحفظوها باسكو بقدر طيح لكم في فغي او فو صح هيا نكملوا نروحوا للثلاثة يا اخي حنا واش قلنا قلنا لورغانيزاسيون تاع الفيروس منش تتكون اسيد نيوكليك كابسيد و انفلوب من هكا تتكون دوكا نروحو للثالث انفلوب لونفلوب واش بيه دو نومبروز فيروس سون انتوري دون انفلوب اوبتونو او كور دو ترافيرسي دو ممبران سيلولير اي دو لا سيلول هوت دونك هي في الحقيقه لونفلوب هذا وين يجي هو يجي من كي يدخل الفيروس لداخل الخليه دوك ها هي خليه باردون دونك زعما مثلا هاي خليه سي بون وهاو فيروس راهو حاب يدخلها نرسمه لكم هكا برك هكذا فيروس هذا هو حاب يخدمه صح الفيروس واش عنده عنده ماتريال جينيتيك وعنده واسمها واش يقولوا لها كابسيد وي وعنده كابسيد خلاص صح وماما اللي نهار يحب هذا الفيروس وماما اللي هذا الفيروس يحب يدخل وش يدير تبلعمو هذه الخليه تحسبو جسم غريب وش دير له دير له عمليه بلعامه دونك هنايا راني واسيت وانا صغرت دونك هذا هو هذا النقطه وبعد واش يولي الفيروس يولي هكذا لا مومبران بلازميك دايره به والداخل كاين الفيروس بالماتيريال جينيتيك تاعو دونك هذا واش يولي هذا سي لا كابسيد تاعو هذه هي الكابسيد تاعو وهاد لا مومبران اللي خلقت الداخل واش يولي واسمها يولي اسمها انفلوب يولي اسمها انفلوب هذه هي من جات لونفلوب قال لك سيت انفلوب اي تا ميلونج دينيمون دو لا مومبران دي سيلول هوت اي ليليمون دوريجين فيرال
Après, هذه, c'est la membrane plasmique. Donc, من جات هاد لونفلوب جات من اتحاد العوامل الفيروسيه بس كحنا بعد الفيروس هذا ياثر عليها من اتحاد العوامل الفيروسيه ومن لا مومبران بلازميك اللي كانت عندنا اللي هي هذه الزرقاء ها هي خدرت له هكا بالعامه دونك نهار اتحاد العوامل الفيروسيه ولا مومبران بلازميك تاعنا تما تشكل لك انفلوب خلاص دونك هنا واش لازم نحفظه لازم نحفظه باللي L'enveloppe est un mélange d'éléments de la membrane et de la cellule hôte et des éléments d'origine virale. Les virus pardon, possèdent une enveloppe sont appelés virus enveloppés. Donc, le virus est l'enveloppe, nous avons le virus enveloppé. C'est bon? Ce n'en possède pas, nous avons le les virus nus. Donc, selon l'enveloppe, nous avons un virus. وش بيهم نو وعندنا فيروس انفلوبي سي بون كلاسيفيكاسيون دي فيروس كلاسيفيكاسيون دي فيروس دوكا كلاسيفيكاسيون واحد اخرى ترتيب واحد اخر تاع لي فيروس حسب الشكل خلاص اورمي لا كلاسيفيكاسيون دي فيروس ان فونكسيون دو لا ناتور دو لوت خلاص من غير الترتيب اللي ستفناه تاع حسب الخليه اللي يحبها دوكا راح نستفوهم سولون لي كريتير سويفون خلاص لا ناتور دو لاسيد نيكليك طبيعه الحمض النووي طبيعة الماتريال جينيتيك اسكو كان ADN ولا ARN لو تيب دو سيمتري اسكو كان سيمتري ولا لا لا خلاص كيفاش نوعه اسكو كوبيك ولا ايكو زايدريك ولا اليكويدال ولا كومبلكس اكسيتيرا كيما راكو تشوفوا لهنايا خلاص هاهي هذا ينزقيولو سيتوميغالو فيروس ماشي لازم تحفظوهم لي فيروس دو لا موزايك دو تاباك دونك هذا فيروس انفلوبي هذا هو سي الفي اش هذا سي البكتيريوفاج سي دي شيما دو سارتان فيروس ماشي لازم تحفظوهم حنا واش يهمنا تحفظو كي سقسيكم انا كلاسيفيكاسيون دي فيروس سولون دي كريتير ولا سولون دي كريتير واحد اخرين ولا شنو هما لي كريتير الاخرين تاع لا كلاسيفيكاسيون دي فيروس لازم تقولوا لي باللي ناتور تاع لاسيد نوكليك سوا دي فيروس اي ار ان ولا ا دي ان لو تيب دو لا سيمتري تحفظوا لي بلي كاين كوبيك كاين اليكويدال كاين كومبلكس او تحفظوا لي بلي كاين كلاسيفيكاسيون سولون ولا اكزيست ولا على حساب ليكزيستونس تاع لونفلوب دونك سوا كيما قرينا من قبيله فيروس نو ولا انفلوبي هذا ما كان دونك هاوليك هاد لو تابلو لي جوغ انا نشوفو سي امبورطون ليكم كيما نقولو جوغ شفاو عليه ماشي لازم تشفاو على لي زيكزامبل مي ماشي لازم تحفظوها 100% مي او موا قراوه 2 ا 3 فوا ا 4 فوا دونك هنا ندير لكم هكا نكتب لكم ا لير بلوزيور فوا هذا ما كان ماشي شرط ا ابروند هذا ما كان نورمالمون فوالا لو كور تاعنا لو ديرني كور نورمالمون سي بون خلاص كيما نقولوا رانا فريناها كيما نقولوا مع هاد لابارتي هذه تاع Les cellules acariotes. Voilà. Donc, حاجه واحده اخرى حبيت نقولها لكم حبيت نحفزكم هكا شويه اللي شاف لا فيديو ودار لي لو ريزومي دونك انا وشنو انا عطيت لكم دي نوت واش لازم يتحفظ من البوليكوب تاعكم اللي دار لي على هاد لا بارتي ان ريزومي وجو كتبوا في ورقه وصوروا في الفلوس متاع وصوروا وبعثوا لي في انستغرام وبعث لي كابتشر دي كوم بلي ابوناني في انستغرام وبلي مابونيني في يوتيوب ودار لي ان كومونتير في الاخر نعيكم شويه ودار لي ان كومونتير في هاد لا فيديو دونك ندخلوا لا فورماسيون غراتوي يبدا هاد تقدروا تقولوا كونكور يبدا هاد لو كونكور من شحال راهي الساعه
من 11 ونص تقدروا تقولوا فوالا لوغ اللي تحطت فيها لا فيديو حتى من الوقت اللي تحط فيها لا فيديو حتى لا لا ماشي على 11 ونص 11 ونص باك تكون ما طلعتش الفيديو من الوقت اللي تتحط هكا باش نخلطهاش على روحي من الوقت اللي تحطت فيها لا فيديو على ساعة ونص فوالا على ساعة ونص اذا بعتولي لي ريزومي ولا بعتولي ليكريتور تاعكم ريزومي تاعكم من هاد لا فيديو ندخلكم لا فورماسيون غراتوي فوالا دونك ما عنديش بزاف لي بلاص يا ربي 3 بلاص تقدروا تقولوا دونك فوالا ميرسي انفينيمون اي بون كوراج.